الواقع في هذا العام مع وجودنا في شارع الصحة إن إحنا هنبقى متواجدين على مدار فترة المهرجان لحد 30 أغسطس. هننتقل من أماكن مختلفة على خط طول الساحل من أول اسكندرية لحد مرسى مطروح عشان نقدم لأهالينا وللمصطفين اللي بيبقوا موجودين بما يقرب من 3-4 مليون مواطن بيترددوا على هذا الساحل خلال فترة الأجازة الصيفية. الحقيقة احنا مش واقفين عند كده بس، لكن في نفس التوقيت احنا بنشتغل من خلال وزارة الصحة والسكان في كل محافظات مصر. يمكن 1219 مشروع بدأوا في تطوير المنشآت الصحية سواء إنشاء جديد أو تطوير أو رفع كفاءة في كل محافظات الجمهورية، 27 محافظة. من 2014 للنهاردة ما يقرب من 177 مليار جنيه في نطاق تطوير الخدمات الصحية فقط. مش واقفين عند محافظات بعينها، ولكن مع نهاية سنة 24 احنا ان شاء الله ننتهي ب 20 مشروع يضافوا في محافظات زي أسيوط وقنا وسوهاج والغربية وجنوب سيناء. رايحين ايضا في سنة 25-26 في اكثر من 53 منشأة صحية ننتهي فيهم من 26 محافظة. وخطة العمل اللي تقدمت بها الحكومة الى مجلس النواب الموقر وتم مناقشة الوزراء في البرامج التنفيذية خلال الفترة القادمة، كل دي خدمات صحية سواء في القطاع العلاجي أو قطاع وحدات الرعاية الأساسية وتطويرها أو قطاع الميكنة أو تطوير والتوسع في مجال الخدمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية. وطبعا ما ننساش دور مهم جدا لقطاع السكان وتنمية الأسرة في القضية السكانية، لأن احنا معنيين قوي كمان في الفترة القادمة باقتحام هذه القضية بالإضافة إلى زميلنا في كل الوزارات.